بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الدوزج ريجمن وعلاقتها بالايدج اند ديزيز ستيت. اول حاجه هنتكلم عن الفاكتور ذات افكت التوتال بودي كليرنس. ايه العوامل اللي بتاثر على التوتال بودي كليرنس؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض ايه هو التوتال بودي كليرنس. التوتال بودي كليرنس ده عباره عن مجموع سم اوف metabolic clearance, renal clearance, and other organ clearance. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما بقول the drug is mainly eliminated by the kidney، هل ده معناه إن 100% من الدوز اللي باخدها eliminated by the kidney؟ يعني حتى هي لو 99% أكيد في 1% كده عن طريق الليفر أو other route of elimination. عشان كده بنقول ان التوتال بادي كليرنس مفيش حاجه اسمها تبقى 100% وان اورجن. التوتال بادي كليرنس ده سم اوف ميتابوليك كليرنس، يعني الجزء اللي بيروح للليفر ويحصل له ميتابوليزم، بلس الرينال كليرنس اللي هو اليمينيتد باي ذا كيدني، اند اذر اورجن كليرنس لو في كليرنس عن طريق اللنج مفيش مشكله، كليرنس عن طريق الاذر روت زي السكن اند سو اون. فبالتالي التوتال بادي كليرنس هو سم اوف ميتابوليك كليرنس and renal clearance و other route of clearance. لو أنا عارف المعلومة دي هقول إيه الفاكتور اللي بتأثر على التوتال بادي clearance. تعالوا كده نفكر مع بعض. لو قلتلك الدراج ده mainly metabolized by the kidney، يبقى إيه اللي يأثر على التوتال بادي clearance؟ الفانكشن بتاع الكيدني. يعني لو في kidney disease هيأثر على التوتال بادي clearance. يبقى كده الفاكتور ذات افكت على التوتال بادي كليرنس تتوقف على مدى each organ contribution in the clearance، تتوقف على كل organ بيشارك قد ايه في الكليرنس. فالمثال اللي قلته حالا لو الدراج mainly metabolized by the kidney او mainly eliminated by the kidney، لو في kidney failure هيأثر على التوتال بادي كليرنس، لكن لو في ليفر فيلير او ليفر ديزيز مش هيأثر على الكلير. نقرا مع بعض الباراجراف الثاني. The extent to which change في eliminating organ function cause change في total body clearance depend on contribution of each organ clearance to the total body clearance. يعني ايه؟ هنوضحها للسلايد الجاي. If the drug is only metabolized by the liver and not excreted unchanged in the urine to any significant degree، يعني المين روت اوف اليمينيشن هو ميتابوليزم باي ذا ليفر، في الحاله دي رينال فيلير هيأثر ولا مش هيأثر؟ لا مش هيأثر. May not play important role affecting its elimination or disposition. طيب حاله ثانيه، if the drug not metabolized to great extent but mostly excreted unchanged by the kidney، في الحاله دي رينال ديزيز will play important role in determine its new disposition. خلاص يبقى عرفنا factor affecting على total body clearance. عشان اقول factor affecting هسأل سؤال تاني، هو اصلا cleared mainly by the ايه؟ لو by the kidney يبقى kidney disease affect وliver disease not affect. The renal clearance is closely related to glomerular filtration rate which measure of the renal function. ده هنوضح حالا بالتفصيل. الرينال فانكشن عشان اعمل لها ميجر مدى كفاءه الكيدني بتشتغل كويس ولا لا، هي اهم فانكشن في الكيدني هي الفلتريشن، فبقيسها بالجلوميرولر فلتريشن ريت او جي اف ار. الجي اف ار دي ما بعرفش اقيسه، فالميرور لها هي الرينال كليرنس. رينال كليرنس لايه؟ للكرياتينين. الكرياتينين ده ماده اندوجينس سكريتد اندوجينس physiologically inert ملهاش اي رول، freely filtered only يعني elimination بتاعها عن طريق filtration only، neither metabolized neither excreted neither reabsorbed. فبالتالي هي بتبقى مقياس جيد لل GFR اللي هو مقياس لل kidney function. بعد ما خدنا factor affecting على total body clearance هناخد بعد كده variables أو factor effect على ال VD أو ال volume of distribution. تعالوا نفكر بعضينا كده إيه هو ال volume of distribution.
بقول عليه apparent volume of distribution، يعني volume of ظاهري هو الفوليوم اللي الدروج distributed فيه في البادي. بحسبه لما multiplied the volume which when multiplied في الconcentration بيدينا amount of drug in the body. تمام، فايه الفاكتور affecting على الفوليوم of distribution؟ اول فاكتور هو binding of the drug to tissue. لو الدروج ده highly bound to tissue معنى كده انه خرج من البلازما كومبارتمنت اللي هي محدوده وصغيره وتوزع اكتر، يبقى هاي في دي. البلازما كومبارتمنت ده كومبارتمنت صغير، لو هو باوند تو تيشو كومبارتمنت خرج من البلازما كومبارتمنت يبقى هاي في دي. اذر فاكتورز مثلا زي ايدج، سن الشخص، بلاد فلو، تيشو بيرفيوجن، extreme changes in body composition سواء كانت obesity dehydration او hydration. هنتكلم على الايدج دلوقتي، بس تعال نقول لوجيك كده البلاد فلو، اكيد كل ما زاد البلاد فلو كل ما زاد الفي دي او الفوليوم اوف ديستريبيوشن، كل ما زاد التيشو بيرفيوجن ريت هيزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الديهايدريشن والهايدريشن نفس الفاكتور اللي قلته، كل ما زاد الهايدريشن او الووتر كونتنت هيزيد الفي دي، لو في دي هايدريشن مفيش ووتر هيقل الفي دي. يتبقى الايدج والاوبيزيتي، وده اللي هتكلم عنه دلوقتي. بالنسبه للايدج، هو الايدج از افاكتور، مش هو في حد ذاته الايدج كده، امال ايه؟ ايه التغيرات المصاحبه للايدج؟ بمعنى very young infant have high proportion of water of their body weight، حوالي 80% الـ young infant كمية الـ water content أكتر من الـ adult 80%. فبالتالي الـ age هنا مرتبط بالـ water content، وإحنا قلنا كل ما زاد الـ water content high VD يبقى high TH. طيب ده الـ age الصغير. الـ age الكبير اللي هما الـ elderly، الـ elderly حاجة من اتنين، لو الالدرلي ده have reduced tissue mass التشو قل، فبالتالي هيحصل decrease في التشو perfusion فبالتالي يبقى له VD. طب الايدج ده احيانا by age بالالدرلي بيزيد البادي fat increase، بيبقى فيه obesity. لو زاد الفات في البادي في الحالة دي هيأثر على lipid soluble drugs، lipid soluble drugs هتتوزع اكتر في الفات اللي هو زاد، يبقى high VD and long half-life. يبقى هنا الايدج كان مرتبط بالwater content او بالتيشو او بالليبيد او الفات. الايدج الصغير high water content high VD high او long half-life. الدرلي حاجة من اتنين، يا اما decrease التيشو mass فdecrease التيشو perfusion فdecrease الVD، او increase الفات فيزيد بقى الVD بتاع lipid soluble drugs. وهنا معلومة مهمة، change the VD will not cause a change في total body clearance. يعني محدش يجي في دماغه يقول لي ده total body clearance ده equal K في ال VD، فبالتالي لو ال VD زاد هيأثر لي على total body clearance. لا، احنا قلنا factor affecting على total body clearance فقط هما المدى contribution للorgan، وبالتالي الديزيز اللي يأثر على الorgan اللي بيعمل clearance. يبقى change في الـ VD will not cause change في الـ total body clearance but cause change في الـ half-life. أنا قلت حالا كل ما زاد الـ VD بيزيد الـ T-half، هتقل الـ VD هتقل الـ T-half. Thus CP steady state will not affected by change في الـ VD unless a change في الـ clearance. لو فاكرين الـ CP steady state قلنا الـ factor affecting عليها هي اتنين factor، K not والـ clearance فقط. عشان تزيد الستيدي ستيت رجعوا محاضرة الستيدي ستيت، هتزيد الكي نوت او يقل الكليرنس فقط. بعد كده نشوف الفاكتور التأثير الافكت اوف ايج على الدراج ميتابوليزم. تعالوا كده العنوان نمسكه، تأثير الايج على الدراج ميتابوليزم. طيب افكر الاول دراج ميتابوليزم، هو الميتابوليزم ده بيحصل ازاي؟ بايه؟ بانهو اورجان؟ بالليفر. تمام، يبقى هنا تأثير الايدج او علاقة الايدج بالليفر فانكشن.
effect of age على drug metabolism. الدرج metabolized by the liver. تمام، الليفر ده بقى وضعه ايه؟ في النيونات وفي الالدرلي. في النيونات الليفر ده تقريبا بيبقى immature، ما بيقومش بوظيفته كامله لسه، فبالتالي بيحصل metabolism at slower rate، بيقل الريت اوف metabolism. والاكزامبل الشهير الكلورامفينيكول، طبعا avoided في النيونات عشان بيحصل له ما بيحصلوش metabolism، بيحصل له accumulation وtoxicity. ده في النيونات اقل من 1 month. بعد كده من 3 سنين عادي جدا similar metabolic rate، بيحصل similar للnormal adult لان بيحصل maturation of the liver. في الالدرلي نفس الكلام، في الالدر الفانكشن بتاع ميني اورجانز بتقل خلاص، اوفر 65 years او اكتر الفانكشن بتاع الليفر قلت، فبالتالي برضو الريت اوف ميتابوليزم هيقل ويحصل انكريز في التي هاف. افكت اوف ايج على الرينال فانكشن، افكت اوف ايج على الرينال فانكشن. تعالوا نتكلم شويه عن الرينال فانكشن. الرينال فانكشن زي ما قلت اهم فانكشن في الكيدني، رينال فانكشن يعني فانكشن اوف ذا كيدني، من اهم وظائف الكلى هي الفلتريشن. سو رينال فانكشن از ا ميجر اوف ذا كيدني ابيليتي تو ريموف الواست برودكتس او الكومباوندز من البلد ثرو فلتريشن. فالبارامتر هنا which reflect renal function هيبقى ال GFR او glomerular filtration rate. وقلت ان GFR ما بعرفش احدده، امال بقى اعينه ازاي؟ بقيس، هو مش بقيس حاجه تعمل لي ريفلكت له، ميجر حاجه اسمها كرياتينين كليرنس. وزي ما قلت في الاول الكرياتينين ده ميتابوليك برودكت للكرياتين الموجود في المصل، هو فيسيولوجيكالي انورت فريلي فلترد اونلي، بس يعني بيعدي على الكيدني بيحصل له فلتريشن اونلي، لا بيحصل له ري ابسوربشن ولا سيكريتد ولا حاجه خالص. سو فباخده كمقياس الكرياتينين كليرنس، بيبقى مقياس او ميجر للجي اف ار اللي هو ميجر للرينال فانكشن. الكرياتينين كليرنس بقيسه يا اما باي يورين كولكشن، وحدد الاكسكريشن ريت بتاع الكرياتينين، او فروم سيرم كرياتينين من ايكويشن اللي هي دي. كرياتينين كليرنس بحدده من ايكويشن دي، اللي هي حضراتكم مش مطلوب منكم تحفظوها ولا حاجه، انا بس بعرفكم ان الكرياتينين كليرنس ممكن احسبه من السيرم كرياتينين عن طريق معادله اللي بسميها كونكوكرو. طيب تعالوا نشوف بقى الايفكت اوف ايج على على الجي اف ار اللي هي انعكاس او ميجر للكيدني فانكشن. تاثير الايج على جي اف ار غريب جدا، بنقول GFR is increased logarithmically from birth to 3 years old، بيزيد زيادة لوغاريتمية من البيرث ل 3 years old. ازاي؟ في النيونات يعني اقل من 1 month old ال GFR بلاقيه من نص الى ربع النورمال فاليو. النورمال فاليو هي حوالي 120 ملي بير منت، ده في النيونات اقل من 1 month. لما الايدج بيكبر شوية البريماتور يعني حوالي 3 سنين مثلا، الجي اف ار بيبقى 1 على 10 وفي نورمال. ملاحظين ان هو كان نص او ربع النورمال، لما الايدج زاد الجي اف ار بقى 1 على 10 يعني قل، يعني قل. النورمال ادلت بنوصل اللي هو 120 ملي بير منت، اكتر من كده كل ما زاد الايدج بقى وصلنا للدني الجي اف ار هيقل بيلو نورمال فاليو. تمام، بنقول في الالدرلي الجي اف ار بيقل as age increase without concomitant increase في السيرم كرياتينين. يعني مش لازم الالدرلي ده اقيس له سيرم كرياتينين الاقيه عالي، لا، هو الجي اف ار بيقل من غير increase في السيرم كرياتينين، ده طبيعي فيسيولوجيكال. ليه؟ لان في الالدرلي الريت اوف برودكشن بتاع الكرياتينين والريت اوف اليمينيشن بتاع الكرياتينين هما الاثنين ديكريز، هما الاثنين decreased، فبالتالي بلاقي جي اف ار بيقل لكن السيرم كرياتينين بيبقى نورمال. effect of age على ال VD واحنا شرحناها خلاص، قلنا تأثير ال age على ال VD مرتبط بيه زي ما قلنا ال young infant بال high water content، وال elderly حسب التشو، لو هو هيقل هيقل ال VD، لو الفات هيزيد ال VD بتاع ال lipid soluble drugs. effect of
ليفر ديزيز على التوتال بودي كليرنس، تأثير الليفر ديزيز على التوتال بودي كليرنس. ده برضو احنا اتكلمنا عنه في الاول، وقلنا التوتال بودي كليرنس عبارة عن سم اوف ميتابوليك كليرنس بلس رينال كليرنس بلس اذر روت اوف كليرنس. فبالتالي لو هو الدراجز ده ميلي ميتابولايزد باي ذا ليفر، في الحالة دي لو في ليفر ديزيز هيأثر لي او يعمل ديكريز في التوتال بودي كليرنس and increase التهاب. آخر حاجة the effect of renal disease على elimination of the drug. زي ما قلنا برضو عشان أقول renal disease هيأثر إزاي لازم يكون الدرج ده هو mainly executed by the kidney. The effect of renal failure على drug elimination important because of drugs executed unchanged in there. فبالتالي لو في kidney dysfunction هيزيد التي هاف بتاع الدرج، وبالتالي ممكن ندخل في توكسيستي. The extent of renal failure is measured by حاجة اسمها ال KF اللي هي ال fraction of the renal function remaining. يعني عشان أشوف مدى extent of renal failure أشوف ال renal failure ده نسبة قد إيه، الراجل ده ال renal الكيدني بتاعته شغالة 90% ولا 70 ولا 60. بقيس حاجة اسمها الـ fraction of renal function remaining. مهم قوي في حالة الـ renal failure أو الـ renal disease، احنا قلنا لو في renal failure أو renal disease والـ drug ده mainly executed by the kidney هيحصل ايه؟ هيحصل ان الـ T-half بتاع الـ drug هتزيد، فممكن ندخل في toxicity. فبالتالي لازم أعمل dose adjustment، أقلل الدوز، أقلل الدوز في حالة الرينال فيل. ليه؟ عشان ما تدخلش فيه توكسيستي. عن طريق ريليشن أو قانون بيقول الدوز في حالة الفيلير إيكوال الدوز في حالة النورمال، نفتح قوس إف سمول. إف سمول دي هي الفراكشن أوف دراج نورمالي إكسكريتد أنشينجد إن ذا يورين. دي هتبقى موجودة في المسألة، فراكشن أوف ذا دراج نورمالي إكسكريتد أنشينجد إن ذا يورين. يعني الدراج مثلا ده اكسكريت ان تشينج ان ذا يورين بنسبه 60% او 6/10. في كي اف اللي هي الفراكشن ريميننج اوف كيدني فانكشن، يعني الكيدني شغاله نسبه كام، والكي اف دي بحددها من القانون اللي هو قدامكم، الجي اف ار فيلير على الجي اف ار نورمال، او كرياتينين كليرنس في حاله الفيلير على الكرياتينين كليرنس في حاله النورمال. ودي برضو بتبقى موجوده في المساله، بجيب لك اقول لك الجي اف ار بتاع البيشنت ده مثلا 60 والنورمال 120، يعني في الحاله دي الكي اف هتبقى 60 على 120 ايكوال نص ماينس 1 بلس 1. يبقى تاني الدوز في حاله الفيلير ايكوال دي نورمال، نفتح قوس الاف فراكشن اوف ذا دراج نورمال اكسكيت ان تشينج ان ذا يورين افتر اي في، دي طبعا برضو بتبقى جايه في المساله، كي اف ماينس 1 بلس 1. الـ T-half في حالة الـ failure equal T-half normal، نفتح قوس F KF minus 1 plus 1. بس هما دول القانونين اللي حضراتكم مطالبين بيه اللي بنحل فيه المسائل.